السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا مشاهدي مطبخ لايف قناة النيل لايف، أهلا بيكم في يوم جديد، يوم سعيد عليكم وعلينا إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هكون معاكم أنا دينا موسى على مدار ساعة من مطبخ لايف، هنقدم فيها حاجة زي ما تعودنا دايما إن احنا بنقدم حلو وحادق. فتخيلوا إن احنا الحلو والحادق مش بس معجنات ولا مخبوزات أو كده، لا، ممكن كمان القرع اللي هو بنعتبره خضار نعمل منه حلو وحادق. فدي الحلقة بتاعتنا النهاردة على القرع العسلي اللي موجود عندنا، هي كان ليها بوس كده كمان، انتوا هتشوفوا التقطيعات، ده الشكل المتواجد عندنا يعني. فان شاء الله النهاردة حلقتنا والمنيو بتاعنا قرع عسلي بالكريمة وشوربة قرع بالمشروم وسلطة بنزينيلا، هي سلطة خضار بس هي اسمها كده يعني. يلا بينا يلا بينا هنبتدي. احنا معانا حاجات يعني ايه، المفروض ان انا عايزه بس اوريهم القرع بتاعنا كده، دي لو هنجيب عليها ان انا قطعتها تمام اهو، شايفين اهو انا قطعته سلايس كده، كان دي ليها بوز طويل كده وفي المدور، بس هو ده الشكل المتعارف عليه عندنا. بره بقى في اشكال مختلفه من القرع، وفي قرع اخضر وقرع ابيض وقرع صغير بيستخدم في الخضار والطبيخ اكتر، ده في الحلويات كمان احسن، بيبقى مليان ايه نسبه ميه، وهنشوف الفكره بتاعته معانا. تعالوا بقى بينا هنا، انا عشان وقتكم ووقتي ولازم اوريكم الفكره بتاعه القرع عامله ازاي. ده انا قطعته وحطيت عليه نص كوبايه سكر تمام، هنقول لسه المقادير، بس الفكره ان انا عايزه اوريكم انا لما رشيت عليه السكر نزل ميه قد ايه. تعالوا بقى نبتدي بالقرع الحلو، ايه رايكم؟ علشان بس نعمل الكريمه ولسه معانا شويه شغل. هنبتدي بالقرع الحلو معانا تمام، يلا بينا. اوكي، معانا كيلو قرع او اتنين زي ما انت حابه، حسب حجم الصينيه اللي انت عايزه تعمليها وحسب عدد افراد الاسره بتوعك قد ايه. انا هدي مقادير لكيلو وانت ضعفي تمام. ادي كيلو قرع معايا، ومعايا نص كوب سكر، مش نص كيلو، نص كوب سكر تمام. وكيلو حليب، اتنين معلقه دقيق، اتنين معلقه نشا، اتنين معلقه كريمه باودر، وبيضه، معلقه زبده او معلقتين يعني حسب بقى ما احنا عايزين، كوب سكر للكراميل، الكوب سكر ده عشان هنعمل بيه الكراميل، ومكسرات، زبيب، جوز هند، قرفه، رشه قرفه عشان القرع بتاعي، او رشه فانيليا زي ما انتم حابين، اللي ما بيحبهاش ما فيش مشكله. ايوه اوكي. كيلو، لا كيلو قرعه تمام، لكن الكيلو ده مش كيلو سكر، ده نص كوبايه سكر بس على الكيلو، نص كوب سكر، وهنحتاج نص كوب تاني للحليب للبشاميل، احنا مش هنزود لان هو فيه سكر. انا ساعات القرع بتاعي ممكن تبقى القرعه ممكن ادوقها، على فكره في قرعه بتبقى مسكره قوي وفي قرعه بتبقى ملهاش طعم عامله زي الخيار، فدي اكيد هزود لها، لكن انا لما يبقى القرع مسكر في الموسم بتاعه، وهو ده اللي انا عايزه استغله، ان انا كل حاجه بستغلها في الموسم بتاعها وموسم الشتاء، وان انا عايزه اعمل حاجه حلوه تكون سخنه تدفينا وتدفي الولاد وكمان فيها قيمه غذائيه، فهي دي الفكره اللي انا عايزاها تمام. طيب يلا بينا نبتدي المقادير بتاعتنا، واحنا هنقول هنظبط المقادير بتاعتنا تاني ونقولها تاني مفيش مشكله. انا جبت القرع بتاعي زي ما انتم شايفين كده وابتديت اقشره بالسكينه خلاص اهو، جيب بس حاجه نقطع عليها عشان اوريكم، بس هي كل الحكايه ان انا ناخد اللبن هنا كده، انا عايزه اجيب برضو ايه الحله بتاعتي احط فيها اللبن عشان يسخن معايا كده. هقول لكم دلوقتي انا بقشره، احط كميه اللبن بتاعتي، بقشره وبقطعه، وكمان لو قشرتيه وقطعتيه وحطيتيه في التلاجة بدون أي حاجة، أو حطيتي بيتيه من بالليل في السكر برضو بيبقى نتيجة حلوة جدا أهو، شايفين هي طرية ومسكرة جدا كده، ممكن أقطعه كده وأحطه في التلاجة يوم اتنين ما يجرالوش أي حاجة، ونفس القصة أشيله في الفريزر خلاص، باجي بحطه كده وبحط عليه السكر، هي نص كوبايه سكر، ده ربع بحط نص كوبايه، انا حطيت اوريدي خلاص. شوفوا بقى كده معايا نزل ميه قد ايه، نزل كميه ميه باين كده معايا في الكاميرا اهي تمام،
نزل الميه دي، لازم يعمل كده. نفس فكره المربى برضو، باجي بعمل ايه؟ بروح جايه حطاه على النار ياخد غلوتين ثلاثه يستوي شويه. تمام، تعالوا كده اهو اهو، خلاص يبقى انا قطعت القرع بتاعي، رشيت عليه نص كوبايه سكر، ده كيلو، رشيت عليه نص كوبايه سكر. خلاص القرعه لقيتها مش مسكره يا جماعه، حطي زودي شويه سكر مفيش مشكله. خلاص واحطه على النار، هو كمان هيرجع ينزل ميه برضو، يعني السكر معاه هيرجع ينزل الميه اللي فيه. وادي اللبن بتاعي بيسخن كده عشان الكريمه بتاعتي اللي انا هعملها. انا عملت ايه بعد ما خلاص ما كده هسيبه يغلي على النار، هوريكم الصينيه اللي انا عملتها علشان نشتغل بيها سوا كده. بعد ما نزل ميته تاني وبعدين حسيت ان هو دخل في السوا، اخدته وشلته من الميه اللي نزلت منه اهي، دي الميه شايفين، دي بقيه الميه اللي نزلت منه، سكر على الميه بتاعه القرع بتاعي، واخدته رشيت عليه تاني معلقه بس واحده سكر في الارض، ومعلقه في يعني في ارضيه الصينيه بتاعتي، ومعلقه سكر عليه، ودخلته الفرن عشان يكرمل زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، ونبتدي بقى نشتغل فيه. الطعم ده بيقلل من السكريات بتاعته وبيحلي لي الطعم بتاع القرع، تمام، وفي نفس الوقت بيديني طعم حلو. وهبتدي بقى اشتغل زي ما انتم شايفين دلوقتي الحاجه بتاعتي دي بقى، المكسرات اللي احنا هنشتغل بيها، مكسرات زبيب سوداني، دي معلقه النشا على الدقيق، معلقتين للكيلو، معايا معلقه زبده بحطها كده. تعالوا نلبس بقى جلافزات مع بعض عشان مش هنعرف نغسل ايدينا. تمام، البيضايه بقى دي ليه؟ البيضايه دي بحطها على الكريمه، بتديني طعم حلو كده وغناوه، مش مجرد ان انا باكل بشاميل بدقيق وعليه شويه سكر، لا انا عايزه اطعمها معايا تبقى حاجه طعمها حلو. البسكوت ده هعمل فيه ايه؟ هكسره وهحطه برده في ارضيه الصينيه بتاعتي. خلاص تعالوا، انا عايزه انزل ده في بوله، فين اهو كده، ونفس الصينيه اللي انا عملت فيها اهو، انا عايزه اللبن يسخن معايا كده، يلا بينا اهو، شايفين استوى خالص واخد طعم الكرمله وطعم الفرن، فهيبقى طعمه حلو قوي. كل ده مش هياخد، انا ممكن اخده في المرحله دي على فكره واعمل بيه كاسات مع كريم شانتيه مع الكريمه بتاعتي، خلاص هي حاجه مستويه، مش عايزه اي حاجه، اعمل بيها كاسات كده. خلاص هاخد دي كده، وعايزه اكسر الدقيق، احط في الارضيه البسكوت بتاعي ده، نجيب حاجه كده ممكن بايدينا عادي اهو، يلا بينا. انا مستنيه اللبن معاكم. بصوا بقى شايفين حبه الميه دول اللي طلعوا مكان ما انا حطيت القرع بتاعي على النار، دول اللي اتبقوا، عشان كده بقول لكم نسبه السكر لازم نخلي بالنا منها، وفيهم سكر فانا هحطهم. البشاميل بتاعي او المهلبيه هتاخد الطعم بتاع القرع برضو منه فيه، فهيبقى طعمه حلو قوي. خلاص وهبكمل بس الباقي، ربع كوبايه سكر اهي وخلاص كده. تمام، هكسر البسكوت بتاعي ده، هي افكار جديده وحاجات جديده نشتغل بيها كده. ممكن دي على فكرة زي ما احنا قلنا خلاص ده مستوي، والمهلبية بتاعتي هتكون او الكريمة بتاعتي هتكون مستوية، مفيش اي مشكلة خالص، بس ما احطش بقى فيها البيضة، لكن البيضة عشان انا هدخلها الفرن كده. عملت لي طبقة تحت حلوة، تمام كده، نركن دي بس على جنب عشان هعمل الكريمة، وبعدين هاخد معلقة من الكريمة اقلبها مع القرع بتاعي. خلاص طيب، انا مستنيه اللبن بتاعي يسخن كده. طيب انا الدقيق والنشا لازم ادوبهم في شويه ميه او لبن، مفيش مشكله لوحدهم عشان ما يكلكعوش لما يسخن اللبن بتاعي، افضل من ان انا احطها من الاول، هفضل بقى لازم تفضل ايدي فيه، ما اقدرش اسيب اللبن بتاعي، لكن انا هستنى اللبن يسخن وانزل بدي في الاخر اسويهم مع بعض. خلاص كده
يبقى احنا حطينا نص كيلو قرع، حطينا كيلو قرع متقشر عليه نص كوباية سكر، والكريمة بتاعتي هحط لها نص كوباية. لما هحط كمان معلقتين السكر ويكرمل هيديني خلاص طعم السكر اللي انا عايزاه. اللي حابب يزود وبيحب زيادة، بس يفضل ان احنا عايزين حاجة صحية، لان هو احنا زي ما هنشوف في القيمة الغذائية بتاعته صحي قد ايه ومفيد قد ايه، فبلاش اضيع فايدته بان انا ازود حاجة وهو اوريدي هيبقى مسكر. خلاص انا دوبت ده وحطيت هنا معلقة الزبدة بتاعتي، تمام، ممكن معلقة قشطة مفيش مشكلة، احنا هنحط كريمة برضو معاه تدي غناوة كده للحاجة طالما هناكل حاجة حلوة يعني. كده هو خلاص قرب يسخن معايا، انزل بالدقيق مع النشا كده. وهنا بقى ما اقدرش اسيبه، لازم افضل اقلب، لان لو سبته من تحت هيمسك ويتحرق وفوق لسه مش عين، فلازم ايدي تبقى فيه كده. لازم ايدي تفضل فيه كده. تعالوا بقى نحط الفانيليا، مش راضية تتفتح لي لسه، يلا اهي رشة فانيليا سايلة بس، او بودر عادي مفيش مشكلة. رشة قرفة برضو، رشة قرفة هنا برضو مفيش مشكلة، بتدي طعم حلو قوي. انا هحط شوية مكسرات هنا برضو مع اخلطها هنا، وحبة زبيب، وهنحط معلقة من الكريمة برضو معاها، ونرجع نحط في الصينية. خلاص هناخد البيضة دي هوريكم عشان هنعمل فيها ايه، مكان ما عملت الدقيق والنشا بتوعي هكسرها فيها كده كده. اضرب البيضاية كويس، ده لو انا زي ما قلت لكم هدخلها الفرن، لكن انا هعملها كاسات خارجية هاخد من ده كده على طول وهعمل دي زي المهلبية عادي كده، لا مش هحط البيضاية، البيضاية علشان انا هدخلها الفرن. تعالوا ناخد، بصوا ده ابتدى يغلي اهو معايا، شايفين ابتدى ينزل مية زيادة اهو، بصوا كده اهي برضو ابتدت تنزل مية زيادة اهي اهو، لو الكاميرا جايباه معايا اهو. خلاص بسيبه كده شوية، وفي النهاية بعد 10 دقايق يكون حسيت انه استوى شوية بشيله من السائل ده واحطه في الصينية زي ما انتوا شفتوا واحطه في الفرن. انا مش هقدر اسيب ده خالص، لازم ايدي تفضل فيه. تعالوا واحنا شغالين هنا في اللبن وده نحط الحاجة بتاعة الشوربة معانا، ننزل بمقادير الشوربة علشان هتاخد وقت برضو معانا شوية، ايه رأيكم؟ ممكن ننزل بمقادير الشوربة، يلا بينا. هنعمل برضو احنا زي ما قلنا هنعمل حلو وحادق، فهنعمل من القرع برضو هنعمل منه شوربة. خلاص حاجة مفيدة ومغذية وجديدة، وأنا جبت القرع بتاعتي زي ما انتوا شايفين بتبقى كبيرة، فعشان استفاد منها هشيل جزء منها في الفريزر أبقى استخدمه، وممكن على فكرة أشيله وهو مسكر كده، تمام مفيش برضو مشكلة خالص. أنا مستنية ده كده، افتح على الحلة. مستنية ده يربط معايا عشان نجمع الصينية بتاعتنا. يلا مادة دهنية معايا هنا، نقطتين زيت على قطعة زبدة كده، مش كتير ما نكترش عشان نستفاد من القرع بتاعنا والقيمة الغذائية بتاعته. خلاص ممكن تستغني عن الزبدة خالص، اه عادي مفيش مشكلة ممكن نستغني عن الزبدة. ابتدت تجمد معايا اهي كده، مش هحط البيضة دلوقتي، البيضة شوية لما ده يربط معايا في الآخر شوية بقى احطها. ريحة الفانيليا مع الحليب حلوة قوي، بصوا ابتدت تعمل تحت اهو، لا مش عايزة اسيبها خالص. طيب احنا هننزل بمقادير الشوربة، والله ما شفتهاش، ما قلتوليش، اه ما قلتوليش، يلا ننزلها تاني. ماشي، شوربة القرع عشان نقولها لهم او اقولها مفيش مشكلة، شوربة القرع، اوكي شوربة القرع بالمشروم بالدجاج زي ما انتوا حابين باي حاجة، احنا قلنا عشان يبقى الخضار معايا ومعاه البروتين. نص كيلو قرع،
مشروم قطع مسلوق او هنشوحه على النار، مرقه، بصل، جزر، كرفس، وملح وفلفل. الاساس بتاع الشوربه زي ما احنا عارفين بصل، جزر، كرفس، خصوصا لو انا بعمل صنف واحد زي مثلا شوربه جزر، شوربه قرع، شوربه كوسه. فالبيز الاساسي عندي ده اسمه ميربوا، تمام، اللي هو بصل وجزر وكرفس، ما بيلونش معايا. وادي الكرفس اهو، تمام، انا بشيله، بقطع العيدان بتاعته وبشيلها في الفريزر. اوكي، خلاص، بصل وجزر وكرفس اساس لاي شوربه، وممكن كمان لسلق الطيور واللحوم مفيش مشكله، لكن في الشوربات بتبقى حلوه قوي وبيدي طعم حلو وفليفر، عشان ما اعتمدش على صنف واحد. لو انا هعمل بس شوربه قرع، شوربه جزر، شوربه بطاطس، بحط المربوه ده، البصل والجزر والكرفس، بيطعم لي وبيسكر لي الشوربه بتاعتي وبيخليها وقيمه غذائيه كمان، يعني زي ما احنا عارفين. بديهم تشويحه بس مع بعض كده، مش عايزه منهم لون. هدي بس رشه فلفل، تمام، ورشه ملح بسيطه، بشوح كده معايا. نعم، حاضر، مفيش مشكله خالص. انا بجهز اهو لحاجه الشوربه، مش هكمل اي حاجه تانية، هستنى بس دول يتشوحوا معايا، ومستنيه البشاميل اللي يربط معايا، مش هعمل اي حاجه. لما هنطلع بس فاصل وترجعوا لي على طول نكمل بقيه اطباقنا. فاصل وراجعين. زي ما قلت لكم انا ما شلتش ايدي خالص من البشاميل بتاعي عشان ما يلزقش، ابتدى اهو يمسك معايا زي ما انتم شايفين ريحه شويه الشوربه اللي احنا نزلناهم، الميه اللي نازله من القرع معاه مديه طعم حلو قوي، خرج خلاص بره ان هو بشاميل، تمام كده. ادي البصله معايا، شايفين القرع بتاعي في الشوربه، انا عملت فيه ايه؟ رشيت عليه شويه زيت، ملح وفلفل ورشه زعتر، ورحت مدخلاه الفرن يتشوي معايا. باخده بالمنظر ده كده، بقشره، شايفين القشره خلاص ما عادش فيها، يعني شايفين طريت ازاي، باخدها كده وبنزل بيه برده معايا هنا كده، ياخد تشويحه مع الخضار بتاعي، واحط له المرقه، المرقه بتاعته، تمام، وبعدين اضربها ونقدمها مع بعض. بس هنسيبها طبعا شويه كده، الكمية بقى اللي انت حباها. فكرة قيمته عالية جدا، هنتكلم عليها، سعراته الحرارية قليلة جدا جدا، عشان كده بيبقى موجود معانا في الأنظمة والدايت والرجيمات، تمام كده اهو، شايفين حلوة قوي معايا. نشيل ده خلاص مش عايزينهم، نشيلها كده. خلاص البشاميل بتاعي اهو زي ما احنا شايفين، او الكريمة بتاعتي. جربوا الدقيق مع النشا، بيدي طعم حلو وخفيف، بتبقى خفيفة كده. هاخد شوية هنا قبل ما احط البيض، معلقتين كده، تمام، وهاجي انزل بالبيضة بتاعتي واقلب، ما سيبش ايدي خالص عشان البيض بتاعي ما يستويش كده اهو، هيديني لون وطعم غني قوي، ريتش كده، كاني حاطه بقى كريمه وحاطه حاجات دسمه، وانا في الحقيقه هي بس البيضايه، والبيضه كمان بتربط معايا الكريمه بتاعتي. ما ننساش ان احنا كمان لسه هتدخل الفرن وتمسك معايا. خلاص احنا شغالين مع بعض، ادي الشوربه بتاعتي وادي الكريمه، يلا بينا، كفايه قوي كده، شيل ده، هناخد الكريمه بتاعتنا، ما نسيبهاش بقى على النار اكتر من كده، يلا نشيل ده ونبتدي نجهز الصينيه بتاعتنا. انا حطيت هنا، عملت ايه نقول تاني عشان اللي ما كانش متابعنا يتابعنا. احنا قطعنا القرع بتاعنا، رشينا عليه سكر، استنينا لما نزل ميه ساعه اتنين، ممكن من بالليل تحطيه في الثلاجه والصبح تعلقي عليه، مفيش مشكله خالص. وبعدين رحت حطاه على النار زي ما انتم شايفين، ربع ساعه، تلت ساعه معايا، لحد ما احس ان هو ابتدى يستوي كده معايا شويه، اخده اشيله احطه في صينيه، عليه رشه سكر، معلقه واحده بس سكر تحت، وعليه برده معلقه من فوق، وادخله يتكرمل معايا زي ما احنا شايفين كده، شايفين بالشوكة بس كده اهو، شايفين استوى خالص، اخد طعم حلو وريحة كمان من الفرن حلوة. زي ما قلتلك ممكن نستخدمه كده على طول، نعمل كاسات مفيش مشكلة خالص اهو، هبتدي انزل بيها كده كده كده، وافرد الطبقة بتاعتي. ممكن يتعمل طبقتين، يعني طبقة من القرع بتاعي
وطبقة من الكريمة، وبعدين طبقة قرع، وبعدين طبقة كريمة، مفيش مشكلة. احنا بنحاول نقدم حاجات جديدة، حاجات مفيدة فيها فايدة، تغيير عن المعتاد شوية، مفيش داعي، مفيش مشكلة ان احنا نجرب. يعني اهو فردتها كده كده حسب حجم الصينية بتاعتك، ويفضل ان هي تبقى يعني طبقة كده رقيقة مش كتير معايا. اخد بقى الكريمة بتاعتي. قبل كده احنا حاطين هنا شوية مكسرات، ممكن اجي برضو هنا احط شوية كمان في النص كده، اعمل فاصل كده بالمكسرات بقى. يلا بقى مش مشكلة، اهو بشوية جوز هند، وانزل بالكريمة كده. زي ما قلت لك ممكن نعمل طبقتين من القرع بتاعي كده. طبقة بس تغطي كده، يبقى طبقة وطبقة. حلوة قوي، قطعة منه حلوة ومفيدة معايا جدا. عايزين واحنا بنعمل الشوربة نتكلم على فايدة القرع، علشان اللي بيتفرجوا علينا يبقوا متابعين وشايفين احنا بنعمل ايه. طيب الكريمة دي هعمل بيها ايه؟ كده هاجي بس كده يعني ايه، حتت بس كده بسيطة تلون معايا، ممكن معلقة كريمة باودر. تمام، ممكن كمان اعمل قطع من القرع بتاعي ده واسيبها تسكر في السكر المية بتاعتها. تمام، واخدها احطها على الوش، هي اوريدي خلاص مستوية. تمام، ننزل بشوية مكسرات برضو، بلاش بقى زبيب على الوش عشان ما يتحرقش. هي المكسرات، شوية جوز هند، ممكن الزبيب نحطه لما تطلع وندخلها على الفرن، مش هتاخد اكتر من نص ساعة في الفرن، يدوب بس تاخد وش معانا. يلا بينا ندخلها الفرن. لا نشيل الحاجات بتاعتنا دي كده، يلا بينا. احنا ما ننساش القرع بتاعي اصلا واخد طبقة كراميل، مفيش مشكلة ومستوي كويس قوي. انا كل الحكاية عايزاها تاخد بس لون مع بعضها. نرجع بقى للشوربة بتاعتنا، شايفين ده اهو خلاص هو كده دخل في السوا زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي هبتدي اشيله واسيب المية بتاعته تاني على النار. اخد بقى هنا الشوربة بتاعتي، احنا حطينا بصل، جزر، كرفس، والقرع بتاعي انا شويته. تمام، في الفرن رشيت عليه رشه زيت وملح وفلفل وحطيته، واجي انزل. عندك شوربه، عندك ميه مرقه، زي ما انت عايزه خالص كده. تمام، ابتدي بقى ايه يعني اديله، بس احنا ادينا رشه ملح وفلفل، هديله تاني رشه ملح تمام ورشه فلفل، تجدد لي الطعم كده بتاع البهارات بتاعتي. خلاص، ومعايا مكعبين من الخضار، لان انا حطيت ميه علشان يطعموا لي الشوربه بتاعتي، واسيبهم بقى على جنب كده ياخدوا ويدوا. اوريدي القرع بتاعي مستوي في الفرن، ما فيهوش اي مشكله، انا مستنيه البصل، ونشيل بقى الحاجات دي نحتاجها بعدين واحنا بنقدم الطبق بتاعنا. يلا بينا ننظف مكاننا عشان نعرف ايه نشتغل مع بعض. دي برضو ممكن نزوق بيها على الوش، مفيش مشكلة. احنا معانا البطل بتاعنا النهاردة القرع العسلي. تعالوا نتكلم بقى واحنا بنجهز حاجتنا كده، القيمة الغذائية للقرع، وفي نفس الوقت الفايدة بتاعته والمكونات بتاعته. يلا بينا. دي القيمة الغذائية بتاعته، يحتوي كل 100 جرام من القرع على 26 سعر حراري، انتوا متخيلين؟ يعني حاجة بسيطة جدا. طب هو الباقي ده فين؟ مية. هو بيحتوي على نسبة 94% منه مية، انتوا شفتوا قد ايه، انا ما حطيتش اي حاجة، هو اللي نزل المية دي كلها معايا. بيحتوي القرع على العديد من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامين ألف وجيم وه. كمان كل حاجه لونها اورنج. تمام يا جماعه، كل حاجه لونها اورنج، برتقان، الجزر، الايه تاني يعني، اي حاجه القرع بتاعي
والفلفل الالوان الاورنج برضو، كل الحاجات دي مقويه للعظام ومقويه للنظر. خلاص، في اي حاجه لونها اورنج، زي ما احنا عارفين ان اللون الاخضر بيقاوم الامراض السرطانيه، اللون الاورنج مفيد قوي للعظام ومفيد قوي للنظر. خلاص كده، وكمان حلو قوي لمرضى السكر، لان هو ما بيحتويش، لو انا هاخده كده كشوربه بدون اضافات وبدون سكريات برضو حلو قوي. تمام، وزي ما احنا قلنا فيه الياف كتير، يعني هو بيحتوي على الياف كتير ونسبه الميه برضو بتاعته هي اللي كتير. انا مستنيه الشوربه بتاعتي اهي معايا، وادي القرع بتاعي. تعالوا بقى نشوح المشروم اللي احنا هنحطه مع الشوربه بتاعتي كده. ممكن تعمليها بالفراخ، ممكن تعمليها مشروم، مفيش اي مشكله، ممكن من غير خالص، بس احنا بحب زي ما انتوا عارفين ان انا الطبق بتاعي او الوجبه بتاعتي تبقى كامله. احنا هناكل الحلو معانا، القرع العسلي بالبشاميل وفي لبن وفي حاجات كده. هعمل كمان الشوربه يبقى فيها نوع بروتين بسيط خفيف، وهعمل السلطه بتاعتي هيبقى فيها خضار وفيها نشويات. هنشوف مع بعض ازاي خضار ونشويات، هنشوفها مع بعض. خلاص انا بشوح ده، اجهزه معايا عشان اقدمه مع طبق الشوربة بتاعتي كده. هسيبه يتشوح، رشة فلفل اسمر. عايزة اوريكم كمية المية اللي نزلت من القرع بتاعي اهو، ناخدها هنا كده اهو، شايفين هو كده. خلاص انا ممكن اخده في المرحلة دي، ناخده في صينية. مفيش صينية، طيب نحطه هنا دلوقتي اهو، شايفين هو خلاص استوى اهو، بصوا اتهرى خالص اهو. ممكن تضربيه بس مش محتاجين نضربه، يعني هو كده حلو قوي علشان لما هدخله تاني الفرن معايا يفضل محتفظ بشكله، ما يبقاش حاجة ناعمه قوي كده. انا ما بحبش الحاجة تبقى ناعمه قوي. اللي مش حابب ممكن يهرسها عادي، مجرد ما هرسته، بصوا مجرد ما هرسه بالشوكة خلاص اتهرس معايا. شايفين بقى انا ما حطيتش ميه، ده من رشة السكر اللي انا حطيتها عليه، هو نزل المية دي. بسيب بقى ده بقى زي ما خدناه عملنا بيه البشاميل، زي ما احنا شفنا. تمام، بزود بيه على البشاميل وبراعي نسبة السكر بتاعتي، او ممكن اسكره اسيبه على النار يقصر شوية، يعني يبقى اقل شوية من ده، وباخد قطع من القرع معايا وبحطها فيه تبقى تكرمل برضو في العسل، تبقى يعني قطعه كده، عارفين زي المارون جلاسيه والحاجات اللي احنا بنعمل لها تركيز هنا في السكر في العسل. واخدها احطها على الوش، وممكن هي تبقى القطع دي اكرملها هنا برضو واخدها تتاكل لوحدها برضو كده، مع مكسرات مع كريمه على الوش، تبقى حلوه جدا برضو. مشهورين بيها الاتراك جدا، يعني بيعملوا بيه حاجات كتيره جدا. شايفين كده باخده برش عليه رشه السكر وبدخله الفرن عشان يعمل لي كرمله، وابتدي اتعامل بقى فيه زي ما احنا شفنا مع بعض على الهوا عملنا فيه ايه. ادي المشروم بتاعي. اتفضلي معانا اسئله، معانا فاصل. طيب مفيش مشكله، طيب اوكي نطلع فاصل يا جماعه، وارجعوا لي على طول فاصل، وراجعين لكم على طول، هتروحوا في اي حته. انا ما عملتش اي حاجه، انا بصيت بس على الصينيه اللي في الفرن، عشان زي ما قلت لكم هي مش هتاخد وقت خالص، يا دوب تاخد وش بس من فوق، لان كل حاجه اوريدي مستويه معايا. انا بكمل هنا الشوربه بتاعتنا، حطينا شوربه القرع، بصل، جزر، كرفس، وحطينا القرع بتاعنا بعد ما شويناه في الفرن، هيدي طعم وريحه ونكهه حلوه قوي. تمام، وادي المشروم او فراخ زي ما انتم حابين للتقديم معانا لشوربه القرع بتاعتنا. معانا ايه تاني بقى النهارده؟ معانا السلطه. تيجي ننزل بمقادير السلطه. اوكي تمام، السلطه بتاعتنا اسمها بنزينيلا، هي سلطه ايطالي مجموعه خضار بتعتمد على الطماطم والريحان. احنا عارفين الايطاليين الطماطم عندهم والريحان والعجين والمكرونه والحاجات دي، فهي معتمده على الطماطم والريحان وزيت الزيتون. معانا طماطم، خيار، بصل، خبز كريتون هنعمله مع بعض دلوقتي برضو، وزيت زيتون، ملح وفلفل. الدريسنج بتاعي زيت زيتون، عصير برتقال، خل بلسمك، وزعتر وريحان، ملح، فلفل. تمام، معتمد على الريحان الفريش، بس انا صراحه يعني ما كانش عندي بقى النهارده، سامحوني، انتوا تحطوا ريحان فريش، وممكن من غير خالص، هي بس مجموعه الخضروات مع الخبز. خبز الكريتون ده احنا بنعمله من خبز التوست. تمام، وبقطعه هنشوف اهو، نشوف بس ثواني، البوتاجاز بتاعنا نزل عليه ميه بيتدلع، نفتحه كده.
بشغل البوتاجاز، مفيش اي حاجه خالص. خلاص ده اتشوح معايا، هسيبه هنا كده عشان نحطه على الوش، وادي الشوربه معايا. خلاص تعالوا نشوف السلطه بتاعتنا، تعالوا نشتغل فيها هنا عشان ما ننقلهاش معانا كده. ده الخبز بتاعي انا عملته توست، او عندك عيش فينو مفيش مشاكل خالص اهو كده. اجيب الصاج بتاعي، بحب اعمل ايه بقى بعد ما اقطع العيش. خلاص هنشيل بس الحراف دي كده، ناخد على القد هنا كده اهو، شايفين هنبقى نعمله مع بعض. زي ما انت عارفين انا بحب اعمل كل حاجة في البيت، ده عاملينه في البيت اهو كده. لا اهو لازم يبقى بايت، يعني شايفين اهو لازم يبقى بايت، كل ما يبات عندي بشيله وبعمله كده، وممكن احمصه زي ما احنا هنعمل واشيله برضو استخدمه. يا فندم احنا بنحب نعمل كل حاجة في البيت، احنا قلنا عشان صحتنا. لا خالص. اهو بصوا بقى، الاول بحب اعمل ايه، ادخله هو كده الفرن شوية، وبعدين يطلع ارش عليه زيت ملح وفلفل وزعتر. ليه بقى؟ لو انا حطيت من دلوقتي الزيت هيطرى قوي. ما في ناس ما بت... انا هاويه بقى، انا غاويه يا جماعه المعجنات، ففي ناس مش غاويه مفيش مشكله. يلا اهو كفايه دول، نشيل دول كده اهم مع بعض خليهم. انا بحب ايه، ادخله كده الاول يتشمع معايا تشميعه بسيطه على بال ما نقطع الخضار بتاعي واحط له برضو الزيت بتاعه اهو كده. تعالوا نبص واحنا هنا بالمره كده على صينيه القرع بتاعتنا، كويس قوي ان احنا بصينا عليها عشان ما نروحش في خبر كينا. انا شايفه انها كده تمام زي الفل، ما كملتش معانا بتهيألي ايه 10 دقايق. احنا دخلناها مع بعض وطلعناها مع بعض، زي ما انتم شايفين كل حاجه مستويه. كل الحكايه ان انا دخلتها اخدت بس وش من فوق ومن تحت، ونسيبها تهدى شويه عشان نبتدي ناكلها مع بعض. خلاص ونسيب العيش بتاعنا، مش عارفه هما متضايقين من العيش بتاعنا ليه، هنشتريه يعني لازم نشتري جاهز ولا ايه؟ اللي ما بيعرفش يا جماعه مفيش مشكله، ممكن خبز كمان فينو عادي مفيش مشكله خالص، بس لازم يكون بايت لانه لو طازه هيتفرفت مني. تعالوا بقى ناخد حاجه السلطه، نشيل العيش ده كده، نقطع حاجه السلطه معانا، نجيب بوله، اكشف بس على دي شويه كده، نوطي بس على الشوربه بتاعتنا غليت اهي، ريحتها فظيعه. لا غليت ها. اوكي بتغلي معانا اهي زي ما احنا شايفين، وريحتها فظيعه جدا. خلاص طريقه الشوي، انا عايزه بوله علشان اجمع فيها حاجه السلطه وبعدين نغرفها مع بعض. ممكن نعمل القرع نسلقه سلقه بسيطه او نشويه ونعمله زي فكره البابا غنوج، ندخله في اي خضار مفيش مشاكل. تعالوا نقطع الطماطم الاول اهو، ما فيهاش اي حاجه خالص، الخيار بس بتاعي بيبقى متقطع متقشر كويس، يعني كله مش قشره بس بسيطه كده، مكعبات كده. وممكن كمان بالطماطم الشيري، هما بيعملوها بالطماطم الشيري، الالوان في منها احمر وفي منها اصفر واورنج واخضر، بتبقى دي الفكره بتاعت الطبق يعني. لكن احنا بنحب نضيف حاجات، هضيف لها بصل اخضر عشان المناعه بتاعتنا، هضيف لها الخيار، هما بيضيفوا ساعات خيار برضو مفيش مشاكل، بس هي بتعتمد على الطماطم والريحان وزيت الزيتون كده اهو. احسن حاجه كمان يا جماعه ان احنا الخضار بتاعنا في السلطات بالذات، يعني ان احنا نقطعها اول باول فريش، ما نعملهاش وبعدين نشيلها. خلاص اهو ادي الطماطم بتاعتي كده، نقطع كمان واحده كده. احنا قطعنا الخبز بتاعنا وحطيناه في الفرن، مش عايزه حد ينساه، خليكم فاكرين معايا فكروني. اوكي كده الكمية بقى اللي انتوا حابينها مفيش مشاكل خالص كده. بالنسبة للقرع اللي هو ايه الحلو يعني، ما احنا قلنا طبعا
احنا قلنا طبعا ان هو يعني اي حاجه مسكره هما بيقولوا لي يا جماعه هما موصى ليهم لكن مش موصى لناس تانية. هو طبعا اي حد يعني مرضى السكر طبعا ده عليه سكر وعليه الكريمه والحاجات دي كلها، فاي حد عنده مشكله مع الحاجات دي زي ما انا قلت ممكن ناخد الشوربه، صح ولا غلط؟ بالظبط كده. فاحنا ناخد كل حاجه يعني بالمعقول، المعيار زي ما احنا قلنا ان هو ما فيهوش سعرات حراريه عاليه، ده لو انا خدته كده او عملته شوربه زي ما احنا عاملين، احنا مش حاطين فيها اي حاجه. اخد بصل اخضر معايا، تمام كده. تعالوا نجيب الخبز عشان نحط عليه الزيت والملح والفلفل بتاعنا. بتاعت السخن كده اهو، بحب ادخله زي ما انتوا شايفين كده يتشمع تشميعة بس كده، وبعدين ارش عليه رشة الزيت كده، تمام، رشة زعتر والملح وفلفل عشان اطعم العيش بتاعي اهو كده، وادخله تاني يتحمص بقى، انا عايزاه يتحمص كويس في الفرن. تعالوا ندخله في الفرن التاني كده اهو، ما تنسونيش بقى هنا عشان ما ياخدش لون بسرعة. اوكي تمام، فلفل الوان زي ما انت حابة اهو، احنا الوان وقيمة غذائية معانا وفيتامينات زي ما احنا قلنا. اوكي الالوان زي ما احنا قلنا يا جماعه، اختلاف الالوان دي كلها انا بعمل طبق فيه الوان كتير ليه؟ عشان يبقى فيه فيتامينات كتير وفايده اكتر، مش اعتمد ان انا عامله يعني صنف واحد من السلطه، لا احاول اجمع كذا حاجه مع بعض. ناخد فلفلايه حمراء كده زي ما احنا عارفين، برضو بنقطعها كلها تبقى حجم واحد كده كده. ناخد برضو خصاية كده حتة كده اهو، نخليها نحطها في، طب دي هنحطها عليها، وناخد قطعة كده نبقى نحطها في الطبق اللي احنا هنقدم فيه. وزي ما عودناكم ان دايما اخر طبق بنعمله هو اول طبق بنقدمه معاكم، خلاص. طيب اخد بقى هنا اعمل الدريسنج بتاعي، عبارة عن ايه الدريسنج بتاعي؟ عصير برتقال زي عصير الليمون الخل الحاجات دي مفيش اي مشكلة، زيت الزيتون بتاعي تمام، خل بلسمك وملح وفلفل، والزعتر بقى انا معايا الزعتر والريحان وريحان مجفف علشان الطعم والريحة، وناخد الملح والفلفل بتوعنا. ده كده الدريسنج بتاع السلطة. يفضل طبعا برضو في سلطة الورقيات دي لو انا هجهزها واسيب بقى الدريسنج اعمله برضو كده واسيبه على جنب ساعة التقديم، ابتدي اقدم السلطة بتاعتي واحط الدريسنج بتاعي عليها. خلي بقى ده كده نجيب الطبق بتاع التقديم بتاعنا، معلش ابص بس على الشوربة، الشوربة خلاص. طيب حاضر، طبق التقديم بتاع السلطة اوبا كده، تعالوا نقدمها هنا كده ولا كده هنا؟ اه هنقدمها وبعدين ايه نرصها، نشيل بس الاطباق بتاعتنا دي كده. تعالوا نجيب اللي في الفرن عشان انا ابتديت اشم ريحته اهو، حلو قوي كده، ممكن ياخد لون بسيط بس كفايه عشان ايه ما يتحرقش معانا اهو. نبتدي نجمع بقى، شوفوا طبق سلطه بس فيه تجميعه كده بس لذيذ وظريف ما فيهوش اي مشكله خالص. يلا بينا، دي هنزل بيها في الطبق هنا. اوكي هنقدم فيهم بقى الايه، ناخد معلقه اقلب السلطه بتاعتي، هحط جزء من الدريسنج هنا عشان اقلبها كده كده، وممكن اسيب شويه على جنب اقدمهم جنبها اللي حابب برضو يزود كده. ها
والخبز بتاعي كده. احنا ليه عاملينها بالخبز واخترت السلطة دي بالذات؟ علشان هي هي جنب الشوربة اللي بالبروتين النباتي، تمام، مش شرط كله يبقى لحوم ورز ومكرونة زي ما احنا قلنا. انا خدت النشويات هنا في العيش بتاعي، وخدت الخضار الفريش بتاعي من السلطة، وهاخد برضو فيتامينات مطبوخة في شوربة القرع بتاعتي. خلاص نشيل دي كده على جنب برضو. وادي ده طبق السلطة بتاعنا. ناخد برضو حاجة كده خضرة او حاجة حمراء نحطها على الوش، عايزين نضرب بقى الشوربة بتاعتنا كده اهو. اوكي، ادي طبق الايه السلطة بتاعنا. اخر حاجة طلعت معانا اول حاجة، وده طبق السلطة بتاعنا. خلاص تعالوا بقى نجيب الشوربة علشان نضربها. هشيل بس الحاجات دي كده، نوسع على نفسنا. يلا بينا. ادي طبق الشوربة بتاعتي، هنحطها في بالهاند بلندر او في الخلاط بتاعي. خلاص كده هنزل بيها كده. بس كده احنا مش اوكي. يلا بينا. انا سبتها تهدى شوية علشان اعرف اضربها. حلوة قوي اهي، معايا كفاية قوي كده. ممكن ارجعها على النار وممكن لا، ممكن احط لها كريمه وممكن لا، بس احنا عايزين زي ما قلنا حاجه هيلسي وصحيه شويه، مش كل حاجه ندخل فيها الكريمه والحاجات دي، واحنا خصوصا عاملين صينيه قرع دسمه شويه. تمام، ادي الشوربه بتاعتي كده. تمام، ناخد بقى حبه المشروم بتوعنا، نشيل دي من على النار. انا زي ما قلت لكم المشروم بتاعي علشان يبقى معايا الخضار والبروتين، هي عشان لسه سخنه، اما هتمسك شويه هي هي اه بالظبط اهو 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 كده. تمام، احنا كده قدمنا الشوربه وقدمنا القرع وقدمنا السلطه بتاعتنا. تعالوا عايزين نحط حاجه خضرة كده جنبه برضو تكسر الالوان بتاعتنا دي كده كده. زي ما قلنا بقى ممكن برضه احط شويه مكسرات، شويه زبيب اجدد بيهم هنا عشان غطسوا معايا في الكريمه بتاعتي. خلاص احنا كده خلصنا اطباقنا النهارده. معانا اي اسئله او معانا اي استفسارات؟ البروكلي البنجر هنعمله سلطه، وهنعمله يعني ممكن نعمله سلطه، ممكن نعمله شوربه، ممكن نعمل رز بالبنجر، فراخ بالبنجر، هنعمل منه وصفات كتيره جدا جدا. اسهل طريقه واحسن طريقه ان انا بسلقه وبقشره وبعمله سلطه مع فص ثوم، شويه زيت، شويه خل، ممكن احطه مع جرجير، ممكن اعمل منه كمان شوربه، اعمل منه بيوريه زي البطاطس وزي اي حاجه استخدمها في السلطات، في اي حاجه خالص. كمان قلنا ايه تاني؟ احنا قلنا البنجر وايه؟ البنجر والبروكلي. البروكلي طبعا ده انا بعشقه جدا يعني، بس هو اطباقه محدوده شويه، يا اما هنعمل بيه شوربه بروكلي، يا اما هنعمل بيه سلطه بديله بلانشين كده على النار وبعمله وبنزله. هعمل منه اطباق كمان للفطار وللعشاء حلوه قوي معاكم، وان شاء الله هتعجبكم مع البيض بقى، ومع يعني هندخل معاه شويه حاجات تانية هنبتدي ندخله في اطباق، وكمان هتبقى حاجه مشبعه وهيلسي جدا 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 معاكم ان شاء الله. هي. خلاص احنا كده اسئلتنا خلصت معاكم، والحلقه كمان بتاعتنا خلصت بسرعه جدا معاكم. عملنا النهارده نقول اطباقنا بسرعه، عملنا القرع الحلو العسل، القرع العسلي بالكريمه وشفناها بتتعمل ازاي، وعملنا شوربه القرع مع المشروم، وعملنا سلطه البنزينيلا اللي هي الخضار عادي خالص مع العيش الكريتون، وشفنا عملناه ازاي وقدمناه عشان تبقى الوجبه كامله متكامله زي ما احنا متعودين معاكم. يا رب دايما اشوفكم على خير، يوم سعيد ليكم النهارده وكل يوم، واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.